يعطيكم العافية حبايبي صف ثالث، معكم المس تسنيم برهم من مدرسة البرنامج الجديدة. اليوم رح ناخد القراءة التحليلية. نبلش يا حلوين مع بعض. مدرستي الأحلى. بدأ العام الدراسي الجديد. كلمة بدأ ما نوعها؟ فعل أم اسم؟ أحسنتم، فعل ماضي. العام الدراسي الجديد. العام يوجد بها لام قمرية لفظت وكتبت. الدراسي لام شمسية كتبت ولم تلفظ. الجديد لام قمرية وهي اسم لفظت وكتبت. عرضت المعلمة على الطلبة. عرضت فعل ماضي. المعلمة لام قمرية وهي اسم على الطلبة. اتفقنا دائما لما يكون في حرف جر دائما بعده اسم مجرور، تمام؟ دائما لما في حرف جر بعده اسم مجرور وحرف الجر مع اسم المجرور هذول بنسميهم شبه جملة. الاشتراك في لجان الأنشطة المدرسية. الاشتراك اسم وهي لام قمرية لفظت وكتبت وهي همزة وصل، تمام يا حلوين؟ ما لفظناها الاشتراك. الاشتراك ما حكينا الاشتراك، تمام؟ في لجان الأنشطة المدرسية. شو اتفقنا بعد حرف الجر؟ اسم مجرور وهو جمع تكسير. الأنشطة المدرسية. الأنشطة لام قمرية وهمزة إيش؟ همزة قطع. لجان همزة وصل اللي هي اللام القمرية، تمام؟ ألف اللام القمرية همزة وصل، ثم أنشطة همزة قطع، تمام؟ الأنشطة المدرسية. المدرسية لام قمرية وهي اسم. وكتبت أسماء اللجان على السبورة. كتبت فعل ماضي. أسماء اسم وهو جمع مفردها اسم. اسم أسماء. اللجان جمع تكسير مفردها لجنة. لجنة اللجان. أوكي، نوع اللام حلوين لام شمسية، برافو عليكم. على السبورة عنا حرف جر وبعده إيش؟ اسم مجرور. الاسم المجرور هنا ما نوع اللام فيه؟ برافو، لام شمسية حرف مشدد واللام لم تلفظ، كتبت ولم تلفظ. على السبورة. قال عمر. قال فعل ماضي. عمر اسم. النقطتين الرأسيتين بعد القول، تمام؟ النقطتين الرأسيتين بعد القول. سأنضم إلى لجنة النظافة. سأنضم نحكي عن إشي بالمستقبل. نحكي عن إشي بالمستقبل فعل ماله مضارع. إلى لجنة النظافة. إلى حرف جر دائما بعد حرف الجر اسم مجرور. النظافة إيش نوع اللام حلوين؟ لام شمسية. الحرف اللي بعدها حرف مشدد وهي اسم. لمتابعة نظافة الصف والمدرسة. متابعة اسم، نظافة اسم، الصف اسم، والمدرسة اسم. الصف يا حلوين شو نوع اللام؟ لام شمسية. والمدرسة لام قمرية. نلاحظ انه هاي همزة وصل ونظافة الصف همزة وصل، تمام يا حلوين؟ نظافة الصف. لفظت الألف، حكيت نظافة الصف، حكيت والمدرسة، معناته همزة وصل ما لفظنا الألف. والمدرسة ما لفظنا الألف. أوكي. قالت فرح: أحب لجنة البيئة التي تزين الصفوف وتعتني بالحديقة. قالت فعل ماضي. فرح اسم. نقطتين الرأسيتين بعد القول. أحب فعل مضارع. لجنة اسم. البيئة اسم وهي نوعها من اللام الشمسية واللام القمرية. نوع اللام هنا قمرية، كتبت ولفظت. التي اسم موصول.
طبعا احنا ما كتبناها هون لان لسه ما كنا ماخدين القاعدة، اوكي حلوين، بس احنا اخدناها وكتبناها على الدفتر وحطينا امثلة عليهم. تمام، التي اسم موصول، تزين الصفوف، تزين فعل مضارع، تزين لساها بتزين، تمام، مزينت وخلصت، الماضي من تزين زينت. تمام، الصفوف لام شمسية، وتعتني، تعتني فعل مضارع لساتها بتعتني، بالحديقة الباء حرف جر والحديقة اسم مجرور، حرف الجر والاسم المجرور تسمى شبه جملة. تمام، رد فعل ماضي، أحمد اسم، متحمسا اسم، أفضل فعل مضارع، لجنة النظام، لجنة اسم، والنظام اسم، النظام ما نوع اللام هنا؟ لام شمسية، أحسنتم. فأفضل، نلاحظ همزة القطع يا حلوين إنه إحنا لفظناها فأفضل، وهنا أما همزة قطع لفظناها، وهنا أحمد همزة قطع لفظناها. تمام يا حلوين، للمشاركة في تنظيم اصطفاف الطلبة. تمام، عنا تنظيم فعل مضارع. تمام يا حلوين، تنظيم فعل مضارع، اصطفاف الطلبة، نلاحظ على كلمة اصطفاف ايش نوع الالف، شو نوع الالف، همزة وصل ام همزة قطع؟ احسنتم، كيف بدنا نميز همزة الوصل من همزة القطع؟ بنحط قبلها واو. تمام، بنحط قبلها واو اللي هو حرف العطف واو، لما نيجي نقرأها واصطفاف الطلبة، لفظنا الألف ما لفظناها لعاد همزة وصل، كيف نقرأها؟ واصطفاف الطلبة، ما حكينا واصطفافي. تمام، الطلبة لام شمسية، ويعطيكم ألف عافية.